طيب يبقى احنا كده قلنا ان المشكلة عندي هنا في ايه، في رقم 26 ده، يبقى المشكلة عندي في FA01، وهو ده الاختيار اللي انا اختاره هنا. سبنت ماسك بتاع FA01 في الراوتر هو اللي incorrectly entered. السؤال ده متعاد قبل كده لو شرحناه المرة اللي فاتت. طيب السؤال ده فيه فكرة بسيطة برضه قايمة على فهم، هل أنت فاهم ال data packet أول لما بتطلع من أول host لآخر host بتعدي على كام مرحلة، وإيه هو اللي ثابت وإيه اللي هو متغير في الباكت ولا لأ؟ اتفقنا إن ال IP address هو اللي ثابت واللي بيتغير هو ال MAC address. فال MAC address بيخليني أقدر أنقل الباكت بتاعتي من هنا لهنا، بعد كده من هنا لهنا، بعدين من هنا لهنا، وبعدين من هنا لهنا. فالماك ادرس بتاعي بيتغير هنا، بيتغير هنا، بيتغير هنا، وبيتغير هنا، تمام. وهنا بيقول لي ايه، خلوني ابين لكم الاسم بالكلام كله عشان ايوه كده. هوست بي عايز يعمل تي سي بي اي بي سيشن مع هوست سي، الفريم اتعمل له كابتشر في الانترفيس FA01 بتاع سان فرانسيسكو، فهو الفريم اتمسك هنا، فهو كاتب لك بس الاي بي ادرس السورس والديستنيشن. فالاي بي ادرس السورس هو 1.10.1.1.2 اللي هو ده بي سي اللي هو هوست بي، وباعت ل 10.31.1.20 وهو ده هوست سي. طيب هو بقى السؤال، ايه هو الديستنيشن ماك ادرس بتاع الفريم في الوقت الديستنيشن ماك؟ هو قايل الاي بي ومحتاج الديستنيشن ماك. طبيعي لو انا ببعت من اف اي 01 يبقى السورس ماك هو السورس ماك بتاع سان فرانسيسكو اللي هو سان فرانسيسكو اف اي 01 اللي هو ده السورس، لكن هو بقى عايز الديستنيشن. فده قدامه مين؟ ده. وقلنا ان هنا الماك ادرس بيتغير عن هنا، فيبقى انا بقى بيبعت من اف اي 01 لاف اي 00 بتاع نيويورك، فنيويورك FA00 الماك ادرس بتاعه 0060 73 20، وهو ده الماك ادرس بتاع الديستنيشن A بتاعي. برضو لو الجزئية دي مش مجمعينها قوي ارجعوا لآخر نص ساعة شرحناها في الفيديو التاني. طيب هنا هو عايز يتأكد من حاجة، ان انت فاهم برضو جزئية كنا قلناها اللي هي حتة التوصيلات. قلنا ان في 3 انواع من التوصيلات، ستريت وكروس اوفر وهول اوفر، وقلنا استخداماتهم. تمام، اولا لازم نكون عارفين هما بيتوصلوا ازاي، بس لو بصينا للرسمه دي هنلاقي ان نفس ترتيب الالوان هنا هي نفس ترتيب الالوان هنا، يبقى دي كده ايه، ستريت. طب قلنا ان الستريت بيوصل ايه، الستريت بيوصل اجهزه بتبعت وتستقبل على بينز مختلفه، زي ايه مثلا، هيوصل سويتش باوت او سويتش بي بي سي، هيوصل اي اجهزه مختلف، لكن سويتش بسويتش لازم يكون كروس اوفر. سويتش بي سي ساعتها استخدم الاستفيد ده عادي، لكن راوتر براوتر لازم استخدم كروس اوفر. فهو هنا خلاص انت لازم تلاحظ من الاسم ان هو قال لك ستريت. تاني حاجه على طول تبتدي بقى بيبتدي يسالك بقى في الستريت ده هل انت فاهمه كويس ولا لا. فهو اول حاجه بيقول لك هل هو سيوتبل عشان يوصل سويتش باوتر، دول اجهزه مختلفه. طيب هل هو بيستخدم ان هو يوصل اجهزه غير متشابهه؟ طيب هل هو unusable ولازم يبقى يعني الكابل ده متوصل غلط ولازم يتعاد توصيله؟ لا طبعا الكابل ده متوصل صح. هو كاتب اختيارات تانية ملهاش لازمة يعني، فهم دول الاختيارين بس الصح، وهو كده كده في السؤال قال لك choose ايه؟ choose two. طيب السؤال ده قلناه المرة اللي فاتت. طيب هنا السؤال 17 ده برضه كنا جزئية اتكلمنا فيها، البورت نمبر بتاع تي سي بي، في حاجة اسمها ويل نون، والويل نون دول هو الرينج بتاعهم من 0 ل 123. طيب السؤال ده برضه إجابته بتتلخص في اللي احنا شرحناه في أول الفيديو. بيقول الـ IP فيجن 4 ادرس اللي بيبريزنت الـ subnet broadcast address، فهو عايز نهايات الاجزاء بتاعت الشبكات. فكل اللي هيحصل ان هو الحمد لله ان هو مدينا ان كلهم بداياتهم نفس الايه،
البداية، بدايتهم نفس البداية، فكله يحصل ان احنا ايه، بس هو مديني هنا اتنين سبليت مختلفين. فاحنا ناخد 26، 26 دي يعني هتبقى 192 ناينس 256 من 128 من 192 هتديني 64. هبتدي امشي من 0 ل 64 ومن 64 ل 128. فلو مشيت من 0 ل 64 يبقى انا الشبكه الاولانيه عندي بتنتهي ب 63، يبقى ده كده صح، ده كده برودكاست ادرس. لما اوصل ل 128 امشي من 128 ل 192، ف 192 قبليها على طول رقم 191، فده يبقى ايه، برودكاست ادرس. ده هيكون رقم في النص ده، فده مش هيكون ايه. هنعمل نفس العمليه تاني في 27، وساعتها برضه واخد بالي ان هو ده بس اللي ايه، بودكاست. طيب تمام، السؤال ده اتعاد قبل كده. السؤال ده اتعاد قبل كده برضه، تعالوا بقى نيجي للسؤال ده. السؤال ده برضه بيسأل في حتة التي سي بي بوت نمبر. عموما لما زي ما قلنا ان ممكن يكون في سيرفر واحد متعرف بكذا اوبشن، ويب سيرفر مثلا او ميل، فلازم انا وانا ببعت له احدد خاصية من خواص البوت نمبر، ان هو بيعمل حاجة اسمها ابلكيشن ديتيرمايننج او ابلكيشن ديتيرمينيشن، بيحدد الابلكيشن اللي انا عايزه من الويب. فاسلوب الكتابة دايما بتاع الباكت لما اجي اكتب جنبيها البوت نمبر يبقى بالاسلوب ده زي ما هو كاتب كده. فدي حاجه لازم بس تعرف شكلها، يعني هو انا هو عايز يكونكت بالويب، فهو يروح كاتب الاي بي نقطتين فوق بعض كده 80، 80 دي البوت نمبر بتاع الويب مش اكتر. طيب نيجي للسؤال ده. هو عايز يبعت ميل من هوست بي لهوست ايه، برضه ده بيتشيك على نفس النقطة، هل انت فاهم ازاي الداتا بتتبعت على مستوى الشبكة كلها؟ خلينا نمشي كده مع خطوة خطوة، مع جيفن جيفن من هو مديوله ونشوف ده صح ولا لا. هوست بي هيستخدم الماك ادرس بتاع سيرفر ايه، هوست بي ده هيستخدم الماك ادرس بتاع سيرفر ايه، ايه علاقات الاتنين ببعض اصلا؟ انا هوست بي لما يجي يبعت الداتا بره الشبكة بتاعته هيبعتها الراوتر، والراوتر هو اللي هيبعتها لهوست ايه، فاول واحده دي غلط. تعال نشوف التالته وبعدين نرجع للصح. راوتر ايه هيستخدم لاير 4 ادرس، مفيش حاجه اسمها اصلا لاير 4 ادرس، يبقى دي غلط. الحاجه الرابعه عن طريق استخدام لاير 3 ادرس، سيرفر ايه هي اساين مسج تو ذا ايميل سيرفر. ايه الهس ده؟ ملوش لازمه الكلام ده. يبقى اخر واحده خالص اللي هي الصح تبقى راوتر بي هيستخدم layer 3 network address to route the packet to a server A. دي الوحيدة اللي صح. تمام. هو هنا مديني برضه سيناريو، يقول لي ان host A configured ب correct IP address، دي هو الديفولت gateway بتاعه كذا. ازاي الباكت هتتبعت من A ل B وهتبقى هاندلد باي ذا ديفايسز اون ذا نتورك، ازاي هيحصل لها هاندلنج بالاجهزه اللي جوه الشبكه نفسها. فهو هنا برضه عايز يتاكد من نفس الموضوع اللي في السؤال اللي فوقي. فمثلا اول حاجه بيقول لك ان راوتر 1 هيدروب الباكت، عشان خلينا الاول في حاجه نسيت اقول لكم عليها. ايه هي اصلا شو اي بي اوت؟ شو اي بي اوت ده بيديك، فاكرين الراوتنج تيبل اللي كنا بنعمل له كونستراكت مع في جزء دكتور ايهاب؟ فالراوتنج تيبل ده كان في الاخر بيحدد لي نمبر اوف باسز، والباسز دي ماشيه ازاي. بغض النظر عن ان الاسلوب ده شويه مختلف عن اللي بيحصل في الواقع، لكن بعد ما الالجوريزم ده يخلص ويحدد لي الباسز بتاعت النتورك، الكلام ده بيتسيف جوه الراوتنج تيبل. شو اي بي روت هو ده الامر اللي بيوريني الراوتنج تيبل ده بالتفصيل، هتعرفوه ان شاء الله في الموديول بتاع الراوتنج، او اعتقد ان انتم المفروض تكونوا عرفتوه بغض النظر. شو اي بي روت
شايفين هو كاتب لي الحاجات اللي متوصله على طول بالايه بي. فهنا في قاعده عامه في الراوتر، لو الراوتر جاله باكت ما عندوش ليها ضايب يوقعها او بيعملها دوب. فاول واحده هنا بيقول لي راوتر 1 هيعمل دوب للباكت، عشان راوتر 1 ما عندوش سبيسيفيك كود جوه الراوتنج تيبل بتاعه النتورك 10.1.1.0، وده غلط لان راوتر 1 عنده متعارف حاجه اسمها الاربع اصفار دي، والاربع اصفار دي اسمها ديفولت جيت واي. فاي حاجه راوتر 1 مش عارفها هيبعتها للراوتر اللي بعديه على طول. طيب ما علينا، المهم انتوا هتقروا كل دول هتعرفوا في الاخر ان الحاجه الوحيده اللي تنفع ان راوتر 1 ده السيناريو الوحيد هوست ايه هتبعت. اول حاجه زي ما اتفقنا برضه في الفيديو اللي احنا شرحناه، الفيديو التاني اخد نص ساعه فيه، الجزئيه دي مهمه جدا يا جماعه، اللي ما اتفرجش عليها يروح يتفرج عليها تاني. هوست ايه بيتشيك هل لما يجي يبعت للهوست اللي هيبعت له هل هو معاه جوه النتورك، فبيعمل اندنج بيلاقي ان هو مش معاه، فبيبعت الباكت بتاعته عن طريق الماك ادرس ليل للديفولت جيت واي اللي هو راوتر 1. راوتر 1 بيبص في الراوتنج تيبل بتاعه، طب بيبص للديستنيشن اي بي، طب الديستنيشن اي بي ايه 10.1.1.0 تمام. هل هو موجود عندي هنا؟ لا هو مش موجود، فلازم اعمله فورورد للديفولت جيت واي بتاعي اللي هو 4.0.0، فيروح عامله فورورد لده. ده هيتشيك على الباكت تاني هيلاقي ان الديستنيشن اي بي 10.1.1.0، هيروح يوصل للراوتنج تيبل بتاعه هيلاقي ان 10.1.1.0 متوصله على طول عنده في فاست ايثرنت 00، فيروح باعتها الهوست بيها على طول فتوصل. هو ده السيناريو الوحيد الصح. انا من شويه قلت لكم ان في قاعده عامه بتقول ان الراوتر لو جات له باكت مش عارف طريقها بيوقعها، بس لو هو مش متعارف في ديفولت جيت واي. حطه في دماغكم النقطه دي قوي، انا لما اعرف للبي سي بتاعي ديفولت جيت واي انا بقول له اي حاجه ما تعرفش طريقها ابعتها على الراوتر. فالراوتر كمان في نفس الخاصيه، لو قلت له اي حاجه ما تعرفش ابعتها عن طريق البوت ده، يبقى هو اي حاجه ما يعرفش هيبعتها مش هيوقعها تمام. خلونا نقول باقي مع بعض مفيش مشاكل. R1 will forward the packet to its default gateway. The next hop R2 will drop. لا ده مش هيحصل لان R2 عنده النتورك اللي بتبعت لها دايركتلي كونكتد فهو مش هيوقعها. طيب R1 will forward the packet to its default، يعني R1 هيبعت الباكت لده. The next hop R2 هيوقعها، لا R2 برضه مش هيوقعها نفس النقطة، فيبقى كده الصح الوحيدة هي دي اللي احنا شرحناها من شوية تمام. هنا بيقول لي احنا اتفقنا ان لازم يكون في دي تي اي دي سي اي وبعد كده دي سي اي ودي تي اي في الناحيه الثانيه. الدي سي اي عندنا في السي سي ان اي اسمه سي اس يو دي اس يو، شانل سيرفيس يونت داتا سيرفيس يونت، دي ده الاختصار بتاعه. طب ده بيتوصل بايه؟ ده بيتوصل بالسيريال انترفيس. طيب هنا هو عايز بقى شكل السيريال انترفيس، هو اصلا كاتبها لك اهو يعني، هنا كونسول لا، اوكسيلري لا، فاست ايثرنت لا، فهو الايه سيلف هي تبقى الايمج رقم اربعه. السؤال ده جاوبناه قبل كده في الامتحان اللي فات، السؤال ده برضه جاوبناه قبل كده في الامتحان اللي فات. الاسئله ابتدت تتعاد، الافكار كلها واحده. هنا بيقول ايه هو عدد الهوست ادرس اللي ممكن اعمل له اساين ومديني اي بي. هنستخدم هنستخدم نفس الاسلوب اللي احنا عملناه فوق فوق فوق. فهو هنا بيقول لي ايه 255.255.248 على ماينس 256 من 248 هيديني 16، فيبقى انا في الاوكتت الثالثه بمشي من 0 ل 16. طيب هو عايز بقى يعرف 248 دي، يعني انا هنا عندي كام 248، انا عندي 5 وحايد و3 اصفار. انا بتكلم على السبنت ماسك، ها واتفقنا ان الاصفار بتمثل لي الهوست بورشن، هو عايز خدوا بالكم هو عايز عدد الهوست، فيبقى 248
248 دي يعني خمس وحايد، خمس وحايد تلات أصفار، يعني أنا هنا في تلات أصفار وهنا في تمن أصفار، تلاتة وتمانية 11، اتنين بوا 11 هتديني 2046. تمام. طيب هو السؤال ده سهل جدا ببساطة، هو بيطلب عدد الهوست بيتس أو عدد نمبر أوف زيروز في سبنت ماسك، اللي هو مديني 100 124. 124 يعني هتبقى تلات وحيد وخمس أصفار، يعني فعلا هتبقى خمس أصفار هو ده العدد المطلوب. طيب هنا طالب عشان أدخل على السويتش أو الراوتر لازم أدخل، لو أنا هدخل كونسول بورت مش هدخل تنت، لو ادخل كونسول بورت لازم ادخل عن طريق حاجه اسمها هايبر تيرمينال. الهايبر تيرمينال ده بيبقى ابلكيشن هو موجود باي ديفولت في اكس بي، بس هو اتشال من ويندوز 7، ففي بدائل ليه كتير. بس بغض النظر عشان ادخل لازم ادخل شويه كونفيجريشن كده ثابته، فالكونفيجريشن بتبقى محفوظه، البيت بير سكند، الداتا بيتس، الباريتي، ستوب بيتس، الفلو كنترول، دي اصلا هي الديفولت كونفيجريشن بتاعت البرنامج. فانت لما تفتح اي، لما اي حد يفتح اي برنامج هيلاقي دي موجوده قدامه، يدوس اوكي هيكونكت على طول. فدي تتحفظ يعني مش اكتر. السؤال ده بيقول ان انا الداتا ازاي بجمعها تاني في الترتيب الصحيح بتاعها بعد لما توصل. ده بيبقى عن طريق سيكونس نمبر، وده اللي موجود في layer 4 بس مش اكتر. السؤال ده كويس. هو تعالوا الاول اكلمكم عن الامر. هو عامل امر اسمه شو اي بي انترفيس بريف. شو اي بي انترفيس بريف ده كل اللي بيعمله ان هو بيروح مواريك الانترفيسز، وكل انترفيس قدامه حالته ايه. هل هو، خدوا بقى بالكم من حاجه. اول حاجه هو بيديني، تعال نقول اللي هو بيديني ايه، هو بيديني واحد واحد. اول حاجه الاي بي ادرس، والاي بي ادرس ايه بالظبط بتاع كل واحد فيهم. بعد كده هل هو اوكي، هل هو انترفيس سليم، فهي دي الحاله بتاعته. الميثود بتاعه الكونفيجريشن مانيوال، غالبا الاثنين كولومز دول مش هتعمل بيهم حاجه يعني. دول بقى من اهم الكولومز الثانيه، الستاتس اب واب، وهنا مثلا ادمنستريتيفلي داون وادمنستريتيفلي داون، وهنا اب واب. خد بالكم من حاجه، ممكن يبقى في وان كيس اب وداون. لما ايه الوان كيس دي؟ لما يكون، وده ما بيحصلش الا في السير انترفيس، ده ما بيحصلش في فاس اي سمت. لما اكون موصل الاثنين بوان كونكشن او بسير انترفيس، والكلوك ريت مش مظبوط في الاثنين. فلو عامل هنا مثلا كلوك ريت 64000 وهعمل هنا كلوك ريت مثلا 32000، فيكون اب داون. فعموما هو هنا عايزك تعمل فاول شوتنج، يعني تشوف المشكله فين. 99% من المسائل المشاكل فيها بيبقى اي بي ادريسز. فتعالوا كده نعمل اناليسز للمشكله. هو بيقول لك نتورك ادمنستريتور تشويس تو تيست ذا كونكتيفيتي بتوين راوتر 1 وراوتر 2. كويس قوي. فهو بيعمل بينج، والبينج من هوست 1 لهوست 2 انسكسسفول. طيب بناء على اللي قدامك ده، ايه المشكله اللي موجوده؟ تعال نحلل الستيتس بتاعت الانترفيس فاست ايثرنت 0 اللي الانترفيس المستخدمه الوحيده هي الانترفيس اللي واخده اي بي هات، الانترفيس الاثنين دول والاثنين دول. فده الستيتس اب اب، والستيتس هنا اب اب، وهنا الستيتس اب اب، وهنا الستيتس اب اب. تمام، يبقى هنا الجزئيه دي كده كلها كده مفيش مشاكل، لان الاثنين كلهم شغالين. يبقى اكيد المشكله اللي باقيه مشكله في ايه؟ في الاي بي هات. لو لاحظت هو هنا في كل جزء، في كل انترفيس مديك النتورك اي دي بتاعها، يعني هي المفروض تبقى موجوده في انهي هنج. فهنا لو بصيت هنا في فاست 00 هتلاقي ان هي موجوده في الهنج المطلوب. تمام، يبقى كده دي ده صح. هنا سيل 3 اصفار في اه واحد اللي هو ده 172 دوت 17 دوت 12 دوت 1، هو ده اللي فيه الغلط، لان هو هنا طالب ان النتورك دي تكون 172 دوت 16 دوت 12 دوت 0. لو عملت تشيك على ده هتلاقيه هنا صح، ولو عملت تشيك على ده هتلاقيه هنا صح، لكن المشكله بس في ده. فيبقى هي دي المشكله، وهو ده اللي قايله. ممكن عشان ما تدوخش نفسك، انا بعمل ده بس عشان اوصلكم ان شاء الله ان انت تعمل اناليسز للمشكله من غير ما يكون عندك اختيارات. لا، انت ممكن تقرا الاختيارات اللي هو مديها لك
وتشيك تشيك عليها هنا. فهو مثلا هنا مديك بيقول لك انترفيس اس 0 0 0 اون ار 1 از شوت داون، انترفيس اس سيل 3 سيل 0 على 0 على 0 اب اب. لو كان هو شوت داون كان هيقول لك ان هو ادمنستريتلي داون، فهو فعلا اب، فهو فعلا اب، فيبقى كده دي لا. انترفيس اس 0 0 على اوتر 2 از داون، لا برضه. انترفيس اس 0 على 0 على 0 في اوتر 2 ما عندوش كلوك ريت، لا هو عنده لان هي اب اب، لكن لو كانت اب داون كان هيبقى ما عندوش كلوك ريت، فيبقى هي فعلا رقم 3 هي اللي صح. طيب طبعا ده برضه سؤال الستارت اب كونفيج ده اول لما تيجي في اي سؤال، لو هو بيسال سؤال نظري يبقى الان في ام، هي ما فيهاش كلام كتير. بس تقول السؤال كويس عشان ممكن يكون لف شويه. هنا هو بيقول لك لو انا عندي كلاس بي نتورك، بغض النظر هي كلاس ايه، لو هي كلاس اكس اي كلاس، هو هنا بيقول لك لازم تاكوموديت عدد 800 هوست و1000 هوست. لو هو مديك رقمين خد الكبير على طول، فهو عايز تاكوموديت 1000، فيبقى انت لازم تعمل 2 باور رقم عشان يديك 1000، 2 باور 11، 2 باور 9، 2 باور 8 هيديك كام؟ 255. 2 باور 9 هيديك 512، 2 باور 10 هيديك 1024، و2 باور 10 لما تيجي تترجمها ان انت واخد اول 8 اصفار وبعدين خدت صفرين، فيبقى الاوكتيت اللي قبل الاخير عندك هتبقى 5 وحايد 6 وحايد وصفرين، ولو ترجمت ال 6 وحايد وصفرين هتديك 252 بناء على اللي احنا شرحناه في اول الفيديو. تمام. طيب هو هنا بيقول لك ان الشبكه دي نفس الامر اللي اتكلمنا عنه من شويه عندها مشكله. طيب لو لاحظت ان الشبكه كل حاجه فيها شغاله اب 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 وكله هنا صح، هو مش مديك ازومات عشان انت تشيك على الاي بي هات، في الاي بي هات برضه صح، لكن ده الوحيد اللي معمول له ايه ادمنستريتفلي داون. طب عموما دي الديفولت، اول لما تفتح لوتا او لو اول لما تطلعه من العلبه تبقى كده، عشان تشغله لازم تدخل على الانترفيس نفسه وتكتب امر نو شت داون، فهو ده اللي بيسالني هنا. فانت لازم تعمل نو شت داون للانترفيس. هل انت هتعمل كلوك ريت؟ لا. هل انت هتكتب ديسكريبشن اللي هو الباينري موتد؟ لا. هل انت هتحط اي بي ادرس؟ تمام. حلو. هو هنا ساعات ساعات دايما سيسكو بتعمل كده، تديك سيناريو كبير قوي يبقى قصدها منه ان هي تلخبطك، وفي الاخر السؤال بيبقى تعبان ويبقى في حته ثانيه خالص، فتبقى السؤال كويس. هنا بيقول ايه هي الستبس، هو السيكونس اوف ستبس اللي الجهاز هياخده عشان يستبلش سيشن قبل لما الداتا تبتدي تتبعت. لو كنتوا اتفرجتوا على فيديوهات احنا شرحنا دي بالتفصيل واتكلمنا عنها، دي حاجه اسمها 3 way handshake. لو انا ببعت تي سي بي لازم اعمل 3 way handshake ولا اي حاجه من فوق، الكلام ده كله هو كاتبه بس عشان يغلطك، وهو مديك كل الاي بي هات دي عشان يضيع وقتك في ان انت تقعد تيزولف اي بيز على الفاضي. ايه اصل السؤال وقف وعايز منه ايه؟ كويس قوي، من الاسئله دي سهله، السؤال الاسئله دي كلها متعاده. ده سؤال اهبل قوي. طالب بيقول لك البوينت تو بوينت لوجيكال توبولوجي هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ده شكل باص وده شكل ستار، ده شكل وان، وهو ده شكل بوينت تو بوينت هو الشكل الاخير. السؤال الاخير ده سؤال نظري، احنا كده خلصنا. اعتقد ان انتوا كده خلاص بقى عندكم المين كونسبت بتاعت حل الامتحانات. لو بصيتوا في اي امتحانات تاني هيبقى الموضوع مكمل، يعني ما اعتقدش ان احنا محتاجين نشرح مع بعض امتحان كمان، بس انا موجود ارجوكم من النهارده لغايه يوم الامتحان باذن الله تعالى في اي وقت. اي سؤال يقف معاكم ادوني بس رقم السؤال في رقم الامتحان ويعرف اشرحه لكم ان شاء الله على الفيس، او ما لو ما عرفتش اشرحه كده لقيته صعب على الناس كلها ممكن اسجل بيه فيديو واحط لكم الفيديو مخصوص. بالتوفيق ان شاء الله ودعواتكم.